دايم دايم هو وحده الدايم، وبهالليلة قصة، وبهالقصة علامة إيمان بالدايم. بالغطاس بالحلم إجا مشربي أمي تنبارك الزجرة بيجي أنا وهي منركع قدام المغارة منصلي تلاتي أبينا وتلاتي سليم ومعه بخيخة وجرط بس حطوا على السجيلة ضوت السجيلة. بعد ما نخلص الصالة بيرتل ترتيلي هو بالسريالي روسا ليب زوفوك بيرش السخوسي بقلب المغارة بيرجع بيقفز بيرش الزجرة بيقول لي هاي الشجرة ما تكبيها بالجبالة وطري ورقيتها عالشرشي وبتعطيها بركة للعالم. قلت له كيف بدي أعطيها بركة للعالم؟ قال لي هاي كملت عجوبتي. بيحطوا ثلاث ورقات بالركوة بيغنوهم باسم الآب والأب يروح القدس اسم سلوس الأقدس بيغنوهم بتكونوا مايلين أنينة ماي حطوهم فوق بعض بيصيروا ماي بصلي بيصوا العائلة كلها من الماي ماي الشرب. أنا مثل ما قال لي عملت صرت أعطي أول سنة ما أعطيش معنا يعني صرت بلشت نور الشامي طعم الأخبار وصاروا النسوين بيعرفوني هني ياخذون الزجاج قوة الله والشيمرة وصار في شفاء. ثاني سنة جلي أعطيه من الزجرة ولا تخيف بلا تشفي كثير ناس صرنا نعطي كل سنة عم بعمل سندين كل سنة ببركة. كنت تشوفي حديك واقف؟ شوفوا خوري كامل ماما طبيعي خوري طبيعي من وقت اللي بعرفه ليش وقت اللي رحنا كنا بروما ليلة الغطاس قلت أنا بكون عم يبارك الزجرة دليت تجيت تاني يوم قال لي قومي تبارك الزجرة ناطرك يعني تاني ليلة إجا بارك الزجرة. خبرينا اليوم بليلة عيد الغطاس كل سنة بيعطيك رسالة؟ الصلاة والمحبة لبعضنا وهذا أعظم عيد عيد الميلاد ومرة الزمان الحمد لله وبعدنا مستمرين على كل شيء اللي عم يصير معنا وإن شاء الله بإيمان الإنسان كل إنسان عنده إيمان بيوصال على إيمانه وإن شاء الله الإيمان العطاني مرشر يصير بكل بيت يا رب. دايم دايم إعلان إيماننا فيك إنك أنت الدايم بالأمس واليوم وإلى الأبد. دايم 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 وما يبقى حدا نايم عجيني فور بلا خمير شجر يسجد للدايم شوفوا الله بقلبي كبير لو شموع كتير كتير ما تناموا الليل بكير ليبقى الدايم دايم.